أكد مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين في مصر أنه كان يتمنى حضور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لافتتاح كونغرس اللاعبين المحترفين والذي تم بذل جهد كبير من أجل إقامته في مصر في الفترة الحالية. حوالي 135 فرد، وفي عدد تاني في حوالي 12 فرد رايحين يزوروا المتحف بس. في عندنا ناس طلبت انها تزور المتحف والهرم، احنا جايين دلوقتي في اليوم اللي اسمه السوشيال داي، اليوم الاجتماعي، بيروحوا دايما يزوروا اهم المعالم في البلد اللي معمول فيها الكونجرس. احنا عاملين المؤتمر العام ده اللي هو الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، بس انا مجهود كبير قوي 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 عشان نقدر نجيبه مصر. في شوية احداث كانت في منتهى الصعوبة، دخل فيها شوية سياسة، كان المؤتمر هيتلغي لحد اللحظة الأخيرة، لحد الأسبوع اللي فات هيتلغي من انه يجي في القاهرة، لكن الحمد لله قدرنا ان احنا نقنع الناس ونفهمهم ان مصر بلد امنة وما عندناش مشاكل اطلاقا زي ما انت حضرتك شايفة. بس كان نفسي ان يكون في يعني على الاقل وزير الشباب والرياضة او اي وزير يتواجد في تحت المؤتمر ده، مؤتمر يعني عشان يجي مصر تاني ولا 10 سنين ممكن انه يجي.